إلى أن تشبعوا، واكتشفوا إلى أن تشبعوا، ما يتأثرت كلمة واحدة من كلماته في سفره في إقامته، لما تحدث عن مخلوق عن كائن عن حيوان عن بحر عن بر، في أكله في طعامه في لباسه، كل كلمة ما يتأثر نقضها بجميع ما يكتشف في الوجود. إيش من إنسان هذا؟ إيش من إنسان هذا؟ ما هذا إنسان عادي؟ وفي أسئلة جات في كونية وفيرة فأجاب بجواب تقبل عقول من في عصره ويستمر على ممر الدهر، وكلما اكتشفت الحقيقة وجد الجواب متطابق أيضا، ما يحتاج أن يزاد في شيء ولا أن ينقص في شيء. هذا إنسان ما كمثله إنسان مميز فيه، هو بنفسه معجزة، كلامه معجزة وسيرته معجزة وأحواله معجزة، فكيف بالوحي الذي نزل عليه؟ كيف بالكتاب الذي جعله الله من كلامه منسوب إليه تبارك وتعالى نسبة خاصة، مختص النزول بسيد الخلق، موجه إلى أفضل الأمم باقٍ إلى يوم القيامة، مهيمن على جميع الكتب، نور وهدى وبركة. فالحمد لله اللي خصنا بالقرآن يا مخصوص بهذه النعمة. إلى متى تبقى بعيد عن الأكل من المأدبة العجيبة؟ أنت تعجبك إيش من مآدب على ظهر الأرض؟ ها؟ يعجبك عاد وزير ولا أمير ولا قدم لك مأدبة؟ امتدت من العليم القدير السميع البصير اللطيف الخبير الجليل الكبير مأدبة. ومن اللي يقدم فيها ويعدها؟ هذا الملك الكبير. وكل البشير النذير قالوا قدمها، لا قدمها لعبادي، ذو متى هذه مأدوبتي قدمها لعبادي، صفها عندي يا محمد، خذ كلهم قدمها لهم، قربها إليهم، سهلها عليهم. فإنما يسرناه بلسانك لتبين للناس ما نزله إليهم، لتتلو عليهم اللي أوحينا إليك، لتقرأه على الناس على مكث، قدم لهم. ولا يزال هو المقدم ويماد، وعلى ممر القرون طرية جديدة متجددة عجيبة، كلما أكلت منها وجدت ما هو ألذ. وعلى مدى القرون فالحمد للرحمن الذي أكرمنا بهذه النعمة، فواجب أن نتصل بالتلاوة اتصالا من أيقن أنها مأدوبة ربه، اتصال من عرف قدر النعمة في هذا الخطاب الموجه إليه من حضرة مولاه جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يصبر عن نصيبه من القرآن في كل يوم وفي كل ليلة. فعامة المؤمنين لا أقل من أن يعتني الواحد منهم بجزء في اليوم فيختم في كل شهر، ولكن بعد ذلك خواص المؤمنين من أوسط ما يكون لهم الختمة في كل أسبوع، مضى عليها كثير من الصحابة ومضى عليها كثير من التابعين وتابعيهم بإحسان ورتبوها، وفي كل أسبوع يختمون ختمة. ثم بعد ذلك رتبوا على أنفسهم من رتبوا في كل 3 ليال ختمة، وخذ ما يحصل بعد ذلك على سبيل عجيب التمازج بالكتاب والتناغم معه والاستطابة، لا حتى يغلب أحدهم عند التلاوة حلاوة التلاوة فلا يرضى بالوقوف ولا يسكت حتى يختم القرآن في ركعة، كعثمان بن عفان وغيره من أصحاب ثم من التابعين، يبدأ من أول ما عاد يرضى يسكت وما عاد يقدر يسكت، كل ما بيسكت ما يقدر يمشي يمشي يمشي. سيدنا عباد بن بشر لما استوفي للحراسة في الجبل في رجعة النبي من الغزوة، جاء الليل ويحتاجون إلى النوم والراحة، فقال من يحرسنا لعل العدو يطبنا يجون في الليل من ورانا، من يكون على؟ قال واحد منهم أنا والثاني قاموا اثنين، فقال لهم على رأس الجبل ذاك فكونها فأنت ترقبوا لا يأتينا أحد. فطلعوا فقال لصاحبه اكني أول الليلة وآخره، قال اكفني أنت أوله وأنا أكفيك آخره يقذني. فنام هذا وقام عباد بن بشر يقرأ، وصل واحد حلف من غندغيض من العدو هناك أن لا يرجع حتى يصيب المسلمين يمسه، فوصل وجد الرجل قال عرف أنه حارس، فجلس ورمى بسهم فصابه في غير مقتل
فأخرجه ورماه في الأرض واستمر في صلاته يقرأ القرآن. هذه ليالي المجاهدين، وهذا شأنهم في الليل. ثاني سهم نزعوا رماه في الأرض واستمر يقرأ. والثالث سالد منه وصل عند أخيه النايم جنبه انتبه، لما انتبه هذا فزع ذاك الكافر وشرد، قام حصل ذاك شرد وذا يصلي دم يسيله يصلي ما يتحرك. صبر لما كمل الصلاة قال مالك مالك، قال حد من العدو جاء هذا كافر رمى. قال ما توقظني على أول سهم، قال كنت أقرأ سورة الكهف فكرهت أن أقطعها، كنت أقرأ سورة الكهف فكرهت. قال أقطع سورة الكهف من شان هذا؟ خلي رمي ونزل السهم، أنا أقرأ سورة الكهف، إيش الرابطة بالقرآن هذا؟ قال يكرهني قطعه الدنيا سهام يوشك أن يصيبها واحد في عينه ولا في قلبه ولا، لكن ما بالا واستحلى تلاوة القرآن وكره أن يقطع سورة الكهف. وكيف إذا كان واحد منا في غفلته تقصيره يحضر في الحزب لأدنى خاطر يقوم يقطع ويروح، عشي سهم أصابه الأبسط الأشياء يقطع حتى خاطر، حتى ما هو أمر ضروري ويقطع القرآن ولا يبالي أين الاتصال بالكتاب. واتلوا القرآن بقلب حاضر وجل على الدوام ولا تذهل ولا تغيبي، فإن فيه الهدى والعلم فيه معا والنور والفتح، أعني الكشف للحجبي. قال المعارف هنا والعلوم هنا والأسرار هنا، وأعظم الأولياء فتحا من كان فتحه في القرآن وبالقرآن، لأنه كلام الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا كان يقول بعض الأولياء كالحي أحمد بن حسن العطاس لمن يتصل به من أهل الولاية والمعرفة، إن معكم لي شيء فاجعلوه في القرآن، إن معكم لي شيء فاجعلوه في القرآن. أريد الفتح في القرآن والمعرفة في القرآن والنور من القرآن والسر من القرآن، فقد اختار أعظم الأشياء. وهنا نلقي النظرة ما منزلة القرآن ومحله في الديار ومنازل المسلمة الأسر المسلمة، ومدى تعظيمه في القلوب وصلتهم به. هذا الأمر يحتاج نظر صحيح منا، نحن أمة هذا الحبيب الموجه إليهم هذا الخطاب من الله القريب. أسبوع عندنا نساء وأولاد وشباب وشابات، أسبوع ما يقرون القرآن، أسبوعين ما يقرون القرآن، شهر ما يقرون القرآن، ولا خشع لهم قلب ولا ذرفت لهم عين عند تلاوة الآيات، تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كيف يعود هذا الحال صحيحا في ديارنا ومنازلنا وأسرنا وأولادنا؟ ومن يفكر في ذلك ومن يقيم ذلك؟ وهل هو واجب من الواجبات التي يجب نعيرها نصيب من اهتمامنا وتفكيرنا وعقولنا؟ أو ما أعرف، إذا زادت علينا أسعار وغيرها مستعدين نصلح شدة ومضاربات، وإذا الحين ضاعت علينا أشياء ثمينة غالية كبيرة كيف ما نحس ولا نشعر؟ واجب نحس، واجب نشعر، واجب نستدرك، ويكون عندنا هم صادق في كسب هذا الخير وإعادة هذا المسلك وحفظ منزلة القرآن بيننا معشر أهل الإسلام. اللهم اجعلنا من القائمين بحق الكتاب العزيز، واحشرنا في زمرة أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته. وكان يتلذذ بتلاوة القرآن الإمام محمد بن حسن جمل الليل، فيسترد ويسترد ويسترد حتى يتفاعل معه وتطرق أحوال غريبة. أتخرج لها كمثل لهات الجمال عندما يزبد بتلاوة القرآن ويستحليه استحلاء عجيب، إلى حد أنه يذهب عنه الظما والجوع.
قال وأحس عند التلاوة طعم العسل في فمي، فصار إذا جاء رمضان يرتب التلاوة في الليل ويشتغل بالعبادات الأخرى في نهار رمضان. وليش تأخر التلاوة من نهار إلى الليل؟ قال أريد أن أشعر بشيء من الصوم، إذا تلوت القرآن طعمت الحلاوة وذهب عني الجوع والعطش ما عاد كأني صايم، ما أشعر أني صايم، فأحسن أخر التلاوة إلى الليل عسى أن أشعر بشيء من الصوم مع الناس قليل من العطش هذا، واشتغل ببقية العبادات والأذكار في النهار وخلي القرآن لليل قد ما هو قد صوم رضي الله تعالى عنه. وكان في بعض السنوات تضع له والد